في خبر مهم قوي معايا عايزين نتكلم فيه، ولسه نازل على موقع يلا كوره من حوالي اقل من 10 دقائق تقريبا يعني، وده من خلال الزميل العزيز احمد عبد الباسط طبعا الصديق العزيز واحد المقربين جدا من المصادر في الاتحاد المصري لكره القدم. والخبر ده انا هقراه لحضراتكم عشان الخبر ده مهم جدا وهنتكلم من خلاله في العديد من الامور يعني. قال ايه الخبر؟ قال كشف مصدر بلجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكره القدم عن الاتحاد الدولي للعبه يمنع فتح باب القيد المحلي قبل انتهاء الموسم بالكامل. يعني الاتحاد الدولي الفيفا بيمنع انك تفتح باب القيد قبل ما بطوله الدوري تخلص. يعني لازم تخلص بطوله الدوري عشان تفتح باب القيد. احنا باللي بنسمعه كده بطوله الدوري هتخلص امتى؟ اول 8. طب وباب القيد في الاتحاد الافريقي هيقفل امتى؟ يوم 30/7. طب التسريبات اللي خارجه من اتحاد الكوره، واحنا عارفين مين اللي بيسرب الشخصيه اللي موجوده في اتحاد الكوره وهو اللي بيسرب كل حاجه، احنا عارفينه كويس وانتوا عارفينه كويس جدا. التسريبات خارجه ايه؟ ان ماتش الاهلي والزمالك اللي هو الاخير في الدوري يوم 28 يوليو. طيب هل يعقل، مش الاهلي بقى، سيبك من الاهلي، انا مش بتكلم على الاهلي دلوقتي، انا بتكلم على كل الانديه، هل يعقل ان اي نادي في يومين ثلاثه هيلحق يمشي لاعبين هو ما يكونش محتاجهم او يبيع لاعبين ويجلب لاعبين اخرين يضمهم لقائمته في يومين ثلاثه قبل ما تقفل باب القيد الافريقي؟ طب ازاي؟ طيب هل انت دلوقتي عشان تأيد لاعبين في القائمه الافريقيه انت لازم تأيدهم في القائمه المحليه الاول؟ انت مش هينفع تجيب لعيب تشتريه تروح مأيده في القائمه الافريقيه على طول، لازم تأيده محليا، ده شيء طبيعي وبديهي جدا. طب هتأيده محليا ازاي وانت خلاص ناقص يومين ثلاثه على فتره القيد ان هي تقفل القيد الافريقي بالتحديد؟ هل ده منطق؟ طيب ده اللي في الخبر اللي احنا بنقراه على حضراتكم من موقع يلا كوره. طيب قالوا ايه؟ قال ان يمنع فتح باب القيد المحلي قبل انتهاء الموسم بالكامل. طب بناء عليه لن يكون هناك امكانيه لتسجيل اي لاعب جديد في القائمه الافريقيه، زي ما انا شرحت لحضراتكم مش هنلحق نأيد حد افريقي، مش الاهلي، انا بتكلم على كله، تاني انا بتكلم على كله، لان احنا دلوقتي بنتكلم في مصلحه الكره المصريه بشكل عام، احنا ما بنتكلمش في مصلحه النادي الاهلي بس. النادي الاهلي جزء من وجزء كبير في الحقيقه من الكره المصريه، وجزء مهم جدا في الحقيقه من الكره المصريه. تمام، وقال بناء عليه لن يكون هناك امكانيه لتسجيل اي لاعب جديد في القائمه الافريقيه، وقال المصدر في تصريحات ليلا كوره اليوم الاربعاء لن يتم فتح باب القيد لأي نادي حتى إذا أنهى كافة مبارياته في الدوري قبل أن تنتهي البطولة بالكامل. يعني زي مثلا فريق من الفرق خلص بطولة الدوري قبل بطولة الأمم الأفريقية، وأعتقد في بعض الفرق خلصت، يعني مش هينفع إن أنت تفتح له باب القيد أصلا لأن بقية البطولة لسه ما خلصتش، ودي جزئية أول مرة تحصل في الدنيا، يعني أول مرة يحصل في العالم كله ان بعض الفرق تخلص بطوله الدوري والفرق الاخرى لسه عندهم مباريات والمباريات لسه ناقص عليها شهرين. ازاي؟ مش عارف، مع ان في كل الدول في العالم اخر ثلاث جولات في اي بطوله في اي بطوله دوري في العالم كله لازم تكون كلها في توقيت واحد. احنا يا سيدي ما بنقولش اخر ثلاث جولات، خلينا بنتكلم في موسم استثنائي، خليها اخر جوله هي اللي في توقيت واحد عشان موضوع تكافؤ الفرص وموضوع التلاعب والكلام اللي احنا طبعا احنا ما بنشككش في ذمه حد وما بنشككش في اي نادي بادارته في اي حد خالص، يعني احنا بنتكلم احتياطيا. ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ ليه تبقى موضع شك؟ هل في كده؟ مفيش في اي نادي في العالم او اي دوله في العالم واي دوري في العالم، مفيش دوري بيخلص كل فريق ممكن يخلص الدوري ويروح ويقعد كده يجهز نفسه للموسم الجديد ومش هيعرف كمان يجهز نفسه للموسم الجديد، وفي فرق تانية لسه ما خلصتش نفس الدوري اللي هي الفرق الاولى خلصته، مفيش كده. ففي الحقيقه كلام مهم جدا وخبر مهم جدا وانا لفت نظري قبل الحلقه يعني، فقلت لازم اعرضه على حضراتكم ونتكلم فيه بالتفصيل. يبقى لازم البطوله كلها تخلص عشان الاتحاد المصري وباب القيد يتم فتحه لكل الفرق، مش فرق وفرق لا، لازم البطوله كلها تخلص. نكمل الخبر. وصرح عامر حسين رئيس لجنه المسابقات قبل عده ايام ان مساله تعارض موعد انتهاء الدوري الممتاز مع ارسال الانديه لقوائمها الافريقيه لها حلول لدى لجنه شؤون اللاعبين. مش عارف ايه هي الحلول. تمام؟ وقاموا بالتعامل مع مواقف مشابهه في اوقات سابقه، لكن الامر ليس في ضمن مسؤوليه لجنه المسابقات. يعني الحاج عامر حسين بيقول الموضوع مش مسؤوليتنا احنا، الموضوع مسؤوليه الاتحاد نفسه. هو اللي يحل القصه دي، لكن احنا مضطرين ان احنا نخلص بطوله الدوري بعد بطوله الامم الافريقيه، ان هيكون اخر ماتش او اخر مباراه اخيره هتكون ما بين الاهلي والزمالك حسب التسريبات تاني من احد الاشخاص اللي بيسرب كل حاجه داخل اتحاد الكره اللي كلكم عارفينه، ان ماتش الاهلي والزمالك هيكون يوم 28. المهم
وتنتهي فترة التسجيل الثانية بالقائمة الأفريقية يوم 20 يوليو بالنسبة للعناصر اللي هتشارك في الدور الأول. طيب يعني 20 يوليو على فكرة، يعني أنت لما بتيجي بتأيد لاعبين عندك دور أول في البطولة الأفريقية اللي هو دور ال 32 ودور ال 16 لحد يوم 20 يوليو، آخر لاعب هتسجله يوم 20 يوليو من اللاعبين الجداد أو من القائمة بتاعتك بشكل عام يعني المقيدين محليا اللي لازم يكونوا مقيدين محليا هو اللي هيحق او هم اللي هيحق ليهم المشاركه في الادوار التمهيديه اللي هو دور 32 ودور 16، وبعض الفرق بتشارك في الادوار اللي قبل كده 64 وكلام من ده. اللي هتسجله بعد يوم 20 يوليو تمام ده اللي ممكن يشارك من الادوار اللي بعد كده اللي بتبقى بدايه من دور الثمانيه او عامه يعني خلينا عشان نتكلم بوضوح اكتر، الادوار التمهيديه بيبقى قايمه لغايه يوم 20 يوليو، والادوار اللي بعد كده اللي بعد الادوار التمهيديه اللي سواء بقى تبتدي من دور 16 او دور 8 بتبقى اخر يوم للقيد فيها يوم 30 يوليو. فانت ازاي هتعمل كده؟ يعني ازاي الانديه المصريه مش مسموح ليها ان هي الانديه المصريه بشكل عام بقى، لان لو حتى بعض الانديه خلصت الدوري لسه في انديه ثانيه ما خلصتش، فالانديه خلصت الدوري دي مش هتعرف تأيد لعيبه جديده او مش هتعرف تمشي لعيبه اصلا ولا هتعرف تجيب لعيبه وكلام من ده يعني. فانت ازاي هتأيد القائمه الاولى اللي هي هتكون لغايه يوم 20 يوليو، واصلا ازاي هتكملها لغايه يوم 30 يوليو؟ يعني الموضوع غريب جدا في الحقيقه. طيب وتابع المصدر ذاته، لا يوجد استثناءات في هذا الامر لان لائحه الاتحاد الدولي تمنع فتح باب القيد قبل نهايه الدوري، وبناء عليه لا يمكن تسجيل اي لاعب في القائمه الافريقيه قبل تسجيله في القائمه المحليه. والماده السادسه من لائحه شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي بتقول فتره التسجيل الاولى بتبدا عقب نهايه الموسم وتنتهي بشكل طبيعي قبل بدايه الموسم، والفتره دي ما تتجاوزش ال 12 اسبوع. يعني انت اطول فتره للقيد اللاعبين بتبقى 12 اسبوع، ما ينفعش تبقى اطول من كده. دي طبقا للوائح الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي وطبقا للماده السادسه من لجنه او من لائحه شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي. ويحتاج الاتحاد المصري انتظار حتى يوم 19 يوليو من اجل انتهاء بطوله الامم الافريقيه قبل استئناف مسابقه بطوله الدوري. يعني انت بطوله الامم الافريقيه هتخلص يوم 19، عشان تخلص يوم 19 ادي خمس ايام كده عقبال ما تبتدي بطوله الدوري. يعني قلت هتبتدي بطوله الدوري تستأنفها يوم 24، وفي ماتشات مؤجله يعني تلعب ماتشين، الماتش الاخير قلنا ممكن يعني زي ما سمعنا كده يوم 28. فامتى يا جماعه؟ امتى هيتم قيد اللاعبين وامتى هيتم حل هذه الامور؟ ده طبعا الخبر ده من يلا كوره واللي كتبه زميلنا وصديقنا العزيز الاستاذ احمد عبد الباسط، يعني وده احد المصادر او احد الصحفيين المقربين جدا من الاتحاد المصري لكره القدم.